شنجليش وبرغل بطفين برشة ملح مع شيف شادي. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بنص ساعة بتعقد بتجنن. اليوم مصر أنه الحلقة أو نهارنا يكون ما يحكي بالكامل أو بامتياز عن خبز الطابون، أوكي؟ حكينا عن الطابون ورح نرجع نعيد، هو هالفرن خلينا نسميه أو خلينا هالحفرة الكبيرة اللي بيعملوها بقلب تنقول بيعمروا مثل طاولة من بطون وبيعملوا الحفرة بالنص اللي ما معه خبر، يعني صار معه خبر، اللي هو زيته التنور عنا بلبنان، كما أنه بفلسطين، وتحية كمان كتير كبيرة لألهم. الطابون عندهم مش غميق كتير مثل ما نحن عنا التنور غميق. شو بيحطوا بالقعر؟ بيحطوا من الزلط. الزلط هني نوع من الحجارة يلي بيلاقوها على شط البحر، أوكي؟ كتير حلوة بيحطوها بالقعر لأنه بتحافظ على الحرارة لمدة أطول. وكمان ذكرت أنه في كمان طبق يحضر او طريقة شوي بتستعمل بالسودان، اوكي، وبالتحديد بمنطقة كسلة. اذا هلا في عالم بالسودان عم يحضروني كمان تحية كتير كبيرة لألهم. بيستعملوا كمان هالطبق اللي اسمه السلاد اللي بيشبعوا عليه من المقانق من السجق وغيره من الاطباق. بيشعلوا هالحطب بيحموا هالحجار الصغار اللي هن هالزلط، بعدين تنطفي النار بس هن بيضلوا حميين لوقت طويل وبيضل ينشوى كمان عليه. هلا اخواننا الفلسطينيين او حتى كمان بلبنان بس يجوا يشعلوا هالحطب بقلب هالتنور او هالطابون، اوكي؟ كمان في خبز التميس كمان بالسعوديه كمان بيشبه كمان التنور والطابون. اللي بدي اقوله بيعملوا مرات بيشوفوا بقلبه باذنجان، بيعملوا بقلبه او بحمصوا حبوب القهوه بقلبه، بيعملوا كثير اشياء، يعني بيستعملوا هالنار بيستخدموها لاشياء كمان مختلفه. هلا عجينه كيف بتنعمل؟ من الطحين حكينا عنها، لكل كيلو من الطحين بنحط له حوالي 350 ملي لتر من المي، وبنزيد الباقي حوالي يعني شي 150 ملي من اللبن بقلبها، ولكل كيلو بده حوالي 4 ملاعق من الخميره. بنحط الخميره مع المي، حتى المي بتكون سخنه حتى تخمر معنا هالخميره بسرعه حتى تتفاعل، لانه المي السخنه وخاصة إذا كانت مغلية تتفاعل سريعا مع الخميرة، أوكي؟ بنخليها لوحدها هيك شي ربع ساعة وبعدين بندلقهم فوق الطحينات وفوق اللبن وبنزيد عليهم شوي صغيرة كمان من الملح. والشيف شادي اليوم حط اللمسة تبعيته، اللمسة تبعيته مثل كأنه ما عنده إياها حدا يعني، أوكي؟ اللي هي حبة البركة بقلب الخبز اللي كتير كمان من إخواننا بفلسطين بيعملوها أو بيطعموا هيدا الخبز بطريقة مختلفة. أنا عملت العجينة وينها وينها وينها؟ هون العجينة. العجينة مثل ما شايفين هون رح البس الكفوف. العجينه بتكون سائله، اكيد لازم ساعتين تخمر، انا اكيد ما تركتها تخمر ساعتين بالخالص، رح فرجيكم بس انه كيف بتكون سائله بهالطريقه. رح اجي انا لابس كفوف، ولازم حتى اعملها بطريقه بيتوتيه لازم تكون معي سائله العجينه، يعني هابطه بهالطريقه. فينا كمان نزيد لها كمان شويه طحين بتصير اسمك شوي صغيرين، يعني بتصير مثل عجينه البيتزا نوعا ما، وساعتها فينا نهلها. نهلها بمعنى يعني انه نعملها بايدينا بهالطريقه ونحطها على هالطاره اللي هالمخده خلينا كمان نسميها الاسم الطاره. من بعد ما نرش الطاره بالمي، كنا مي ونرش الطاره، عملناها هيدي مره كمان، وبنجي نحن بنلزق عليها هالخبز وبيجي بيتلزق على جوانب هالحفره اللي بتكون سخنه اللي هي الطابون او اللي هي التنور. اوكي، حط تليفونك يا شادي جوا، حط الفولار هون، سكر. من بعد ما عجنا صارت العجينه هون، عندنا المي بهالطريقه هيك، دائما مي على ايدنا. خلينا نشيل نحن كمان من هالعجينه بهالطريقه هيك، وبنشيل وبنحطهم هون شوي صغيره حتى يخمروا كل واحد لوحدهم. انا رح احط كم وحده، ما رح كمان كثير، اوكي، هالعجينه هيك كمان معليه، وبعدين لانه انا بدي مدهم كمان على المقلي، رح اعملهم بطريقه بيتوتيه كتير حلوه. برجع بعيد للاشخاص يلي ممكن كمان يكونوا، مش ممكن، على الاكيد اللي عم يحضرني هلا من العرب بالدول العربيه وجاي على باله كمان يتذكر خبز الطابون او يعملوا كمان بالبيت، كمان فينا نشتغلوا، اوكي، فيكم تشتغلوا بهالطريقه. خلينا نزيحهم شوي، تعطوا الهام، ورح كمان
نشيل اخر وحده ونخليهم هون، رح خليهم هلا يرتاحوا شوي صغيره ورح ارجع لعندهم، رح احطه هون هيك ورح ارجع لعندهم بعد شوي نرجع نشتغل بخبز الطابون، وفرجيكم على القليل اثنين منهم من بعد على القليل نص ساعه ما يخمروا هيك، برجع بعيد نحن ما خليناها تخمر كثير العجينه، انتم خلوها تخمر ساعتين لوحدها بعدين منقرصها او منعملها مثل ما انا عملت بس تخمر كان بيطلعوا اجمل من هيك، ومنخليهم على القليل نص ساعه يخمروا مقرصين وبعدين بنستعملهم، رح نشوف بعد شوي صغيره كيف. رح نشيل كل شيء هون هيك وبهالطريقه رجعنا على موضوعنا اللي هو البرغل بتفين. في اطيب من البرغل بتفين مع خبز الصاج وخبز الطابون وخبز التنور؟ بيعقد. طيب اهم شغله اكيد نحن نعرف البرغل بتفين هو بينعمل اكثر شيء او معروف باللحمه، بشقف لحم الخروف الضاني، واذا كان بعظمه بيكون احسن. عملناها مره بلحمه الخروف وبكمان العظم يومتها كمان، وطلعت معنا كمان بتجنن. رح نعملها بنفس الطريقه بس مع الدجاج، لانه مصر الشيف شادي اليوم يطلع لنا الدجاج من عيوننا، مش الدجاج كدجاج، طريقه سلق الدجاج، يعني طريقه كيف بنسلق نحن التشيكن بالبيت، حتى ما نقول بقى واسمع بقى من النساء والرجال بالسوبر ماركت بس يلاقوني او على الطريق، شيف شادي الله يخليك نقي لنا، مثلا انا بيلقطوني هيك بالسوبر ماركت، شيف شادي بليز نقي لنا من البراد دجاجه ما فيها زفره. اوكي؟ يعني اول شيء ما فيني اسال الدجاجه اذا كان فيها زفره ولا ما فيها زفره، اكيد صوروا فيكي زفره؟ ايه فيني زفره، يعني اكيد لا، بس اللي بدي اقوله انا انه ما فيها زفره للدجاجه. الدجاجه ما لها ريحه، ما لها ريحه، يعني ما لازم تعطينا ريحه الا اذا كانت قديمه، الا اذا كان النوعيه تبعيتها مش منيحه، والا اذا كانت منزوعه، يعني ليكو قديش. اما اذا كانت الدجاجه مذبوحه قدامنا او نحن بنشوف اللون الوردي الحلو او نحن واثقين بالشركه، دغري بنشيلها من الكيس بنحطها بقلب المي او بنشويها من دون اي مشكله اطلاقا اطلاقا. طيب جبتها انا للدجاجه المنيحه اللي بتعقد، جبتها على البيت، غسلناها يا مدام غسليها. اوكي؟ بس هي طريقه تشطيف بالخل، بشطف فخاض الدجاجه بالطحين، الجوانح للدجاجه مدري بشو، انا بالنسبه لإلي هيدا كله ما له طعمه بالخالص وما له لزوم بالخالص، الا اذا حدا بيقول لي انا عم حط بعض المكونات او الاعشاب او البهارات حتى طعم الدجاجه، يعني نقعة انا مع هذا الموضوع معه للموت، بس مش معه لانا اجي اقعد غسل الدجاجه مشان شلها ريحتها الزنخه، اذا في زنخه او ريحه مش حلوه من كبل الدجاجه وبنجيب وحده غيرها وما عاد بنشتري من هذا المحل، نشتري من محل ثاني. جبنا الدجاجه المنيحه غسلناها اذا بدنا، هذا اكثر شيء، وبنجي نحن بنحط بقلب طنجره، واو شو حلوه. نحن جينا رح شيل انا هلا هون، رح احط هيك لان هي بدي استعملها بالخالص. جينا المي عم تغلي، حطينا فيها من الورق الغار، حطينا فيها من القرفه، حطينا فيها من اللومي، حطينا فيها من الزنجبيل، حطينا فيها من البندوره، حطينا فيها من البصل من الكرافس كمان اللي بدكم يطعموها، اعشاب ممكن تكون قصعين، ممكن تكون روزميري، ممكن تكون اي طعم نحن بدنا، ممكن تكون ملعقه من البهارات المشكله اللي نحن عنا، مو منطعم المي ومنحط الفروج من بعد غليان المي. هلا الفروج نحن عم نشوفه قدامنا على الكاميرا، عم نلاحظ نحن في شيء على الوجه لونه بيميل للصفار، هيدا الدهون يعني الجلدي اللي سلقتها فيها دهني، هالدهني طلعت على الوجه، وحكينا هذيك المره مع كارلا اذا بدنا ننزع هالدهني فينا نحط نحن هالمراه بالبراد، بنلاقي نحن فاشت على وجه اوكي المراه الدهون، فينا نشيل الدهون، بس نحن رغوه ما رغوه على الوجه، زنخه ما زفره، هيدا انسوا هذا الموضوع، اعملوا معروف، ما بقى حدا يسمعني هالكلام وما بقى تصدقوا حدا بيعلمكم هيدا الموضوع، وانا واثق من كلامي 150 الف مليار بالمية. راح بزقف لحاله معقوله. طيب حمص عادي، نحن بنجيب الحمصات بنجي قبل بنهار، شو بنعمل؟ بنجي بنحطهم بقلب المي، بنجي بعدين بنغير لهم ميتهم مره ومرتين احسن، وبعدين ثاني نهار بنحطهم بنسلقهم، اللي بحب يحط فيهم شوي صغيره من البيكربونات اوكي، فيحط شوي بقلبهم او بقلب الطنجره ويغليهم. هلا افضل كمان بيقولوا انه بنكب المي تبع الغلوه الاولى
اوكي، لانه هيك بيصير كمان الحمص مش ثقيل عندي اذا بدي استعمله مع المي تبعيته بالبليله، او بدي اجي انا اجي اهرسه اوكي لهالحمص تا انا اكله مع الحمص والطحينه او غيره، فبنغير شوي صغير المي. اوكي هون عندي كمان طنجره، هلا رح ولع تحتها بسرعه، وانا عندي هون كمان المرقه. طيب انا هون عندي مرقه خضره وهون عندي مرقه دجاج. انا اذا كان عندي مرقه خضره انا عملتها لمرقه الخضره مش لاستعملها، بس مشان فرجيكم انا اذا عندي مرقه خضره فيني احضر الرز بتفين، يعني فيني انا احط الدجاج بقلب الطنجره وحركهم وبعدين كف الطبخه تبعيتي. اوكي، يعني انا فيني حط شقف الدجاج نيين بقلب الطنجره مع البصل هلا الاوكي الصغار، رح انا ولع هلا وشوف البصل كمان والع، وحط الدجاج ني وكفي طبختي بعدين، وارجع بعدين زيد البرغل كبيتين من البرغل الخشن ان كان احمر او ان كان ابيض، زيد بعدين المرقه تبعيتي او مي فيني زيد يغلي معي. يعني انا فيني زيد مرقه خضره عامله، فيني زيد مي على الدجاج، فيني اعمل الدجاج انا قبل اسلقه وبعدين اعمل البرغل لوحده مع الحمص مع البصل وضيف عليه الدجاج. هيدا كله بينفع، بس اكيد اذا انا سلقت الدجاج او اللحمه استعمل ميتها، لان هون باخذ القلب تبع الطعمه. اوكي، يعني باخذ كل الطعمات الموجوده بالدجاج وباللحمه. زيت زيتون يا شيف شادي بسرعه. اوكي، ان شاء الله اكون كمان اخذنا هيك فكره كمان واسعه عن موضوع كمان خبز الطابون، لانه كثير مهم عندي هلا، بس نرجع رح احط كمان انا المقلي ونرجع نعمل كم خبزه من خبز الطابون. عندي انا هون كمان رح شيل بصله اوكي وحده، ورح اجي انا هون طلع ها رح احط هالبصل اللي هن هالاونيون الصغار، ننتبه شوي لانه كلهم شوي صغيره من المي. بدي اجي انا حمرهم حلوين، رح سكر عليهم شوي، ونجيب كمان يا شيف شادي هون لازم نحنا نشيل الفروج ونحطه بجاط تبعدين بس يبرد، او نفصفصه او نقطعه بعظمه. انا رح فصفصه اليوم، رح نعمل هيك شغله كمان حلوه، رح شيل انا هالفروج اللي انا صار له حوالي 50 دقيقه بقلب هالمي، طلعوا شو حلوين ها، او بقلب هالمي اللي صارت اكيد مرقه مطعمه بتعقد، رح نبرده هلا شوي صغيره. اوكي، رح نحطه هلا على جنب هون، وهلا صار عندي المرقه جاهزه، البصلات اوكي، عندي البرغلات اللي انا عندي هون 2 كوب من البرغل، برجع بعيد لازم نغسل البرغل، لماذا؟ وانت بتقول يا شيف شادي ما لازم نغسل نحن لانه بيفقدوا القيمة الغذائية، بس نحن بنعرف قايل مليون مرة ان كان الفريكي وان كان البرغل بعدنا بنعملهم بطرق تقليدية، مش بطرق صناعية مستحدثة او حديثة، اوكي؟ فبضل بقلب البرغل بعد هالحبوب السود شوي صغيرة، بعد ما وصلنا نحن تنعملهم بمكانات يلي بتشيل هالحبوب السود بقلبهم، فمشان هيك نحن بنمرقهم مرور الكرام تحت الماء، يعني هيك بهالطريقة، طلعوا كيف؟ هون ها شفتوا كيف بحط انا مي، هلا بفوش على وجه من فوق، بفوش القش او اذا كان في مثلا من طلعوا هذا البرغل من الحبوب السود، بترك شوي ومنكب المي الفايده اللي كمان على وجه طلعوا، مش بنقعد منغسل البرغل ساعتين تحت المي. اوكي، يعني بس هالطريقه اللي انا عم بشتغلها انا هلا. عملوا معروف بدكم ترتاحوا شوي صغيرة، قبل خلوني أحرك البصلات، واو ها بالطريقة هيك، وبترجعوا لي بسرعة فائقة بتكون حمية المقلي تنعمل كم خبزة من خبز الطابون، ونحضر ونخلص كمان البرغل بتفين بس بالدجاج. 3 دقايق.